الرقص يعرف بأنه أحد أنواع الفنون الأدائية التي تعتمد على حركات الجسد، واشتهر هذا الفن منذ القدم وله عدة أنواع، أبرزها الرقص الشرقي. لورا مقران شابة سورية خرجت مع عائلتها من وطنها سوريا بعد اشتداد وطأة الحرب إلى حياة اللجوء. فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، لم تتخيل أنها ستكون محط أنظار الناس ذات يوم. هاجرت من مخيم اليرموك بعد تدميره إلى تركيا، وهناك تحدت الظروف والعادات واجتهدت في تعلم الرقص الشرقي بشكل احترافي. هلا أنا فرضت على مجتمعي فكرة إنه الرقص الشرقي مو شرط يكون بالملاهي الليلية أو بالمناطق الغير لائقة. الرقص الشرقي فن، يعني هو بيكون ضمن النوادي، بيكون ضمن إطار التدريب، بيكون يعني تحت كذا مسمى، ما له حكر على مكان ما. لهيك لوصل فكرتي لقلوب الناس كلها، محرومة إني أطلع بلباس الرقص الشرقي هلا إجبار. الرقص حلم لازم لورا منذ طفولتها المبكرة، ولأنه لا توجد مدارس له في سوريا، فقد اجتهدت الشابة السورية من أصل جزائري منذ كانت في العاشرة من عمرها لتحسين مهاراتها في الرقص الشرقي من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت والانضمام إلى دورات مختصة برقص الزومبا. عند انتقالها إلى تركيا خطت أولى خطواتها لاحتراف الرقص، حيث التحقت بدورة تدريبية نظمتها الراقصة التركية ديدم كينالي، وأنفقت كل مالها من أجل حلمها. الرأس بيعطي طاقة إيجابية للمرأة، بيعطيها أنوسة، بيزيدها دلع، خصوصي السورية يعني لهجتها حلوة، فشلون إذا كانت كمان دلوعة بحركاتها، كمان بيخفف الوزن. نحن الأوزان الثقيلة بيكفي الثقة بالنفس والطاقة الإيجابية، لأنه دائما التفاصيل. بعد انقطاع السبل بلورا وعائلتها ونفاد المال وعدم القدرة على الانتقال إلى الجزائر، عادت الأسرة إلى بلدها سوريا الذي مزقته الحرب. الأنكى من ذلك أن والدي لورا انفصلا عن بعضهما البعض، وهذا ما أجبرها أن تعمل في مجال بيع الملابس، وعن طريق إعلان وظيفي شاهدته مصادفة على موقع الفيسبوك. تعمل الآن مدربة للرقص في دمشق، متحدية المفاهيم الخاطئة عن هذا الفن القديم.